نذهب الآن على الهواء مباشرة إلى منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث تقام في هذه اللحظات جنازة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي وفاته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما. إذن هذه الصور التي تأتينا مباشرة مشاهدينا الأعزاء من مسجد مصطفى محمود بمحافظة الجيزة، حيث أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما. هو طبعا نجل الممثل القدير أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا أيضا، وربما نشاهد هذه الصور التي تأتينا مباشرة لمحبي وأصدقاء الفنان الراحل. شارك في عدد من الأفلام المختلفة، بداية من فيلم حليم في عام 2006، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الأخرى. كما نشاهد هذه الصور تأتينا على الهواء مباشرة من مسجد مصطفى محمود بالجيزة لمراسم تشييع جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي. الكثير والمئات ربما من أصدقائه ومحبيه وجمهور الفنان الفقيد الراحل يتجمعون أمام المسجد قبل أن ينطلقوا لدفنه في مثواه الأخير. المشوار الفني لهيثم أحمد زكي ليس طويلا، هو بدأ في عام 2006، وعندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، وتوقف بعدها عن العمل لمدة 3 سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة. شارك أيضا بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، مثل مسلسل دوران شبرا، حصد جائزة أفضل ممثل شاب في مصر حينها، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتم مسيرته بفيلم الكنز 2. هذه الوفاة كما جاء من النيابة وكما جاء في الأنباء أنه توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يكن يبلغ من العمر سوى 35 عاما. إذن هذه المشاهد تأتينا على الهواء مباشرة من ميدان، أو تحديدا أمام مسجد مصطفى محمود في محافظة الجيزة في منطقة المهندسين، ومحبي وأصدقاء الفنان الراحل يشيعونه عبر ربما عربة إسعاف أو سيارة إسعاف إلى مثواه الأخير. سنتابع معكم وسنظل معكم على هذه الصور، حيث أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على روح الفنان الفقيد والشاب هيثم أحمد زكي في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة منذ قليل. وهذه الصورة التي النافذة التي على يمين الشاشة هي مشاهد حية مباشرة لمراسم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، حيث يتجمع ويحتشد محبوه وأصدقائه أمام المسجد بعد أن صلوا صلاة الجنازة على جثمانه لينقلوه ويشيعوه إلى مثواه الأخير.
إذن لازلنا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء هذه الصور التي تأتينا كما قلنا من أمام مسجد مصطفى محمود الجثمان. يبدو أنه يعني خرج من المسجد على يسار الصورة، والنافذة التي على اليسار كانت أثناء دخول الجثمان إلى المسجد قبل أن يصلى عليه من قبل المصلين وأحبائه وأصدقائه. هذه الصورة هي على الهواء مباشرة من أمام المسجد، والكثير من الأصدقاء والمحبين يتابعونه أو يتابعون الجثمان عندما يتم تشييعه إلى مثواه الأخير، وربما يشيعونه بالمشي ورائه إلى المقابر التي سوف أو من المقرر أن يدفن فيها.